في ظل جائحة كورونا، قامت جميع دول العالم بالاستفادة من العاملين في المجال الصحي، وتحول بعض طلاب الطب في العديد من البلدان إلى أحد أهم عناصر مواجهة الجائحة، وكانوا بالفعل على قدر المسؤولية، مثلهم مثل الأطباء الخريجين أصحاب الخبرة. عدم إيجاد هيئة طبية للتدريب يعرقل تخرج طلاب الطب، وبالأخص أولئك الذين هم في آخر سنوات تحصيلهم العلمي، وهذا ما دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية صحة إدلب للمطالبة بتأمين التدريب العملي اللازم. نحن طلاب الطب استعتصمنا اليوم بسبب عدم موافقة مديرية الصحة على تعليمنا وبناء استاجات بالمشافى. صرنا قرابة 3 شهور بايدين بالفصل الثاني، ولحد الآن ولا استاج بقى لنا بالنجاح التام لناخذ استاج واحد بالمشافي. كل ما رحنا على المشافي كان كلياتها كانت المشافي تقلق، يعني انه ترفض تدريبنا بالمشافي، ونحن كطلاب سنة رابعة او سنة خامسة نحن ملزمين بالاستاجات، هي تحصيل علمي لأن تحصيل النظري اللي اخذناه. وتمت مديرية الصحة صار تم 3 اجتماعات ولم توقع مذكرة تفاهم مع جامعتنا. هذا التجمع اليوم احتجاجا على تصرفات مديرية الصحة بمنع الطلاب من دخول المشافي القائمة في مدينة إدلب وما جاورها. بدأ العام الدراسي الفصل الثاني من العام الدراسي 2019-2020 منذ حوالي شهر ونص، ولم تسمح مديرية الصحة لأي من طلاب كلية الطب بجامعة إدلب بالدخول إلى المشافي للتدريب، بحجج منها أولا وسيلة ضغط على الجامعة لإخراجها من بناء ابن سينا الذي لم يكن مشغول من أي منظمة، وحاولت جامعة إدلب تأمين مشفى جامعي في هذا المكان، لكن مديرية الصحة تحاول الضغط على الجامعة لإخراجها من هذا المكان. مدير الصحة في إدلب رد بمقطع تم حذفه لاحقاً من على صفحة مديرية صحة إدلب على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى فيه هذه الاتهامات وأكد على ضرورة الاستفادة من هؤلاء الطلاب في ظل أزمة كورونا. جاء هذا الرد بعد أن تم اعتقال نائب مدير الصحة من قبل مسلحين بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الطلاب. التعاطي الأمني من قبل الجامعة مع الهيئات الصحية ليس الأول من نوعه في إدلب، فقد سبق وقوع مشكلات من هذا النوع نهاية العام الفائت بمشفى ابن سينا المدعوم من قبل الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز.